بدا حياته التعليميه خلال الموسم الدراسي 73-74 باكماليه الامير عبد القادر الى غايه الموسم الدراسي 83-84، اين بدا مهمته الاداريه كمدير باكماليه المغرب. وخلال الموسم الدراسي 86-87 عاد الى تغزوت ليتولى الاشراف على افتتاح المؤسسه التربويه مصطفى بن بلعيد الى غايه الفاتح من اكتوبر 2009. بسم الله ان شاء الله بعد هذه بعد هذا العمر وبعد هذا الجهد الجديد نتمنى ان شاء الله حياه سعيده مليئه ان شاء الله بالطاعات ومليئه بالمسرات ان شاء الله لنا ولهم ولجميع الكلمة أحيل الكلمة الآن إلى السيد كبيري محمود السعيد مدير إكمالية الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ضيوفنا الكرام أيها الزملاء أيها الزميلات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد أصالة عن نفسي وباسم الطاقم الإداري والتربوي وكافة العاملين بالمؤسسة أرحب بكم وأقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا وأشكركم على تلبيتكم الدعوة وحضوركم معنا لمشاركتنا هذا الحفل المتواضع لتكريم أحد رجالات التربية بالمنطقة أنا هو السيد فسيح الناصر بمناسبة خروجه للتقاعد. في الواقع لا يكتفي تجمعنا هذا صبغة الحفل نظرا لضيق الوقت وقلة الإمكانات بقدر ما هو إتاحة فرصة للقاء وجوه قديمة قد وطئت أقدامها أرض المؤسسة يوما للعمل فيها ممن أمكننا معرفة أماكنه والاتصال بهم. وفقط لهذا وذاك تعبير من العاملين في المؤسسة إداريين وأساتذة وعمالا عن تقديرهم لمسؤولهم الأول في المؤسسة وإرزانا منهم بما بذله من مجهودات خدمة للتربية والتعليم. أقول المسؤول الأول فقد كان كذلك حقا، كيف لا وقد أعطى المسؤولية حقها منذ توليه إدارة المؤسسة في سنة 86 و900. وخلال السنوات العشر الأخيرة التي عملت فيها معه مستشارا للتربية لمست فيها شعوره بذات المسؤولية الملقاة على عاتقه ولا أخال أحدا من العاملين معه يخالف الرأي في ذلك. فقد تجسد هذا الشعور بالمسؤولية جليا في وفائه وإخلاصه وتضحيته. كان وفيا في التزاماته تجاه كل الأطراف المتعاملين معه. مخلصا في أداء مهامه المعروفة به في إطار مسؤولياته. يتابع بنفسه كل صغيرة وكبيرة دون ما ملل ولا كلل. أما عن تضحيته فحدث ولا حرج. أولها تضحيته بوقته، فقد كان أول من يدخل المؤسسة وآخر من يغادرها. لا يغيب عنها إلا للضرورة القصوى أو التزاماته في إطار مهامه، إلى درجة أنه لا يغيب حتى في حالة مرضه. وثانيها تضحيته بجهده، فإضافة إلى مهامه الأساسية، كان يقوم بمهام غيره من الأمانة إلى المسير المالي إلى مستشار التربية. من باب المساعدة أحيانا وحرصا منه على إنجاز المهام في إبدانها دون تأخير. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تواضعه في تعامله مع كل العاملين معه، لأنه يؤمن بالعمل في الميدان ويرفض التكلف والتصنع والتمسك بالشكليات والمظاهر. حرصا منه على توفير أحسن الظروف للعمل وتمدرس التلاميذ لتحقيق الأهداف المرجوة من تحسين الأداء التربوي ورفع النتائج. كل هذا لا ينسينا اخلاقه الفاضله من صدق وامانه وعفه نفس وطهاره يد وسعه صدره في تقبل النقد البناء وسماع الراي الاخر، اضافه الى ما تميز به من رزانه وهدوء في معالجه المشاكل بكل ثقه في النفس. ساعد كل هذا او ساعد كل من يحتاج الى مساعدته دون تردد حتى ممن هم خارج المؤسسة، يسدي النصح والتوجيه كلما أتيحت له الفرصة. بفضل كل ذلك جعل من العاملين بالمؤسسة أسرة واحدة متماسكة لم تتأثر بكل الرياح التي عصفت بالمجتمع
من كل حدب وصوب، فقد تمكن بحنكته في إدارة المؤسسة أن يغرس في نفوس الجميع روح الشعور بالمسؤولية وأداء الواجب لنفسه دون اعتبارات أخرى، ممن عكس إيجابا في السير العادي للمؤسسة دون تأثر بتغيير المسؤولين فيها. فكان بحق وبعبارة واحدة الرجل المناسب في المكان المناسب. أسأل الله من شيخنا السيد سائق الناصر وللجميع موفور الصحة والعافية وطول العمر في طاعة الله ورسوله، وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل غريب الطرف عن عثراتي يوافقني في كل امر اريده ويسترني حيا وبعد مماتي. ما